السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض فيلم لاب فيرجوال رياليتي فيور. شفنا مع بعض ازاي نعمل رندر شكل قوي جدا وازاي نحوله فيرجوال رياليتي، وكان ده على قناة اليوتيوب بمربيا. دلوقتي نشوف ازاي ناخد الحاجة اللي احنا عملناها دي ونشوفها فيرجوال رياليتي فيور. تقدر تشوفها سواء عندك ويندوز او ابل ماكنتوش، او من خلال الاندرويد او الاي او اس، او لو انت عندك الاجهزة تقدر توصل الجهاز بتاعك الفيرجوال رياليتي بحيث ان انت تشوف الشغل ده. طيب فرض ان انت قلت له ويندوز، هيبدأ يحمل لك الملف، وبعد كده هيظهر معاك بالشكل دوت. تقدر تختار الملف اللي انت عايز تشوفه. هقول له دلوقتي انا عايز اشوف الحاجات دي على الديسكتوب او الفيرجوال رياليتي اللي انت معاك الجهاز موصل. لو الملف بيتحمل اهوت، تمام، تقدر تشوف كل حاجة موجودة، وتقدر تستخدم الاسهم في ان انت تنقل للمكان بتاعك بالشكل ده. طيب لو دوست بالشمال كليك، خلي بالك في حاجة بدأت تنور. الحاجات اللي بدأت تنور دي معناها ان انا حاطط فيها حاجة خاصة بالفيرتشوال رياليتي. على سبيل المثال حاجة ادوس على المقبض ده هيحصل ايه؟ هيفتح لي الباب ده بتاع المطبخ. هدوس هنا هيبدأ يفتح لي، يغير الداتا، الباب بيتفتح اهو. طيب خلينا نيجي هنا على المفتاح الإنارة، بدأ ينور ويطفي وبدأ يتحكم لي في الستايل. طيب لو دوس على حرف الام هتبدأ تظهر لي القايمة ديت. هاخد مثلا من هنا اقدر اقيس من مكان لمكان بالشكل دوت، تمام. تقدر تتحكم في الماتيريال، تغير الماتيريال، تمام. ده كل ده اثناء ما انت شغال، تمام. الالفا ريفليكشن، تمام. تقدر تتحكم في السن، النايت مود بالشكل دوت. تقدر تتحكم تقول له انا عايز نظام فلاي، يبقى انت تقدر تطير. فالفلاي بتخليك تدخل جوه الحاجات، تعدي، تشوف المنظر من فوق، يعني كان عين طائر بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز نضيف بعض الحاجات، تمام.